يلعب في مكانه الرئيسي او للنادي الاهلي جايبه عشان اللي هو ستوبر، في ظل ان احنا شايفين بعض الامور الدفاعيه ممكن نتكلم فيها. ولكن خلينا هنكمل كلامنا ولكن نروح لزميلنا فاروق صلاح من زيمبابوي، من مدينه او مقاطعه بولاوايو في زيمبابوي، ويطمننا يعني على الفريق بعد نهايه هذه المباراه وعلى وليد سليمان. فاروق يعني طمننا الاول بعد تعادل النادي الاهلي بهدف لكل فريق مع بلاتينيوم، الاحوال عندك عامله ازاي؟ اللاعبين عاملين ايه بعد المباراه؟ تحياتي ليك يا كابتن اسلام، ونجيب حضرتك كابتن عشان الخير كابتن شريف عبد الله، كابتن اسلام حسني وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. يعني يا كابتن اسلام، يعني الحمد لله على الوضع، لكن لاعب النادي الاهلي كان زي ما قال مستر ريني فايلر، كان هدفنا ان احنا جايين في الدوري من اجل 3 نقاط. حاسين جدا مستر ريني فايلر النهارده على اللقاء، احنا ما كناش نستحق طبعا في الشوط الاول، وان احنا دخلنا المباراه متاخر. ايضا اللاعبين في يعني حاله زعل وحزن من اللاعبين على التعادل، ومن الاهلي اهدر النهارده في الشوط الثاني فرصه تحقيق انتصار على فريق بلاتينيوم في الشوط الثاني، خاصه ان النادي الاهلي في الشوط الثاني كان الافضل وكان الاخطر في شوط اللقاء الثاني. مستر ريني فايلر قال ان انا برضو يعني كان لينا كلامنا معاه بعد المباراه، قال ان انا الماتشين اللي جايين انا بطالب ايضا ان انا لازم اكسب الماتشات، انا كل مباراه بدخلها بيبقى الهدف من خلالها ان انا احرز 3 نقاط دون ان انا هنتظر نتائج الفرقه الاخرى او هنتظر مواجهه الاهلي مع النجم. انا مرتب اموري ان انا في ماتش النجم ان شاء الله ان احنا نجيب 3 نقاط، وايضا ماتش الهلال برضه اتكلم على موضوع الايجاد وان اجهاد اللاعبين وضغط المباريات اللي كل 3 أو 4 أيام مباراه. ولكن هو بيقول انا مش عايز اختلف الاخبار، ولكن احنا علينا ان احنا يعني نتعامل مع الامور اللي احنا موضوعين فيها، وان احنا لازم ان احنا يعني يكون عندنا تكيف مع الامور والمباريات. الفريق دلوقتي يا كابتن اسلام غادر ملعب بابا فيلد في اتجاهه لمطار بولاوايو، في اتجاه لمطار بولاوايو من اجل يعني استقبال الطائره اللي هتقل الفريق ان شاء الله من بولاوايو الى هراري للمبيت في هراري. ثم ان شاء الله الفريق هيغادر هراري وزيمبابوي غدا في الظهيره بمشيئه الله يا كابتن اسلام. طيب فاروق يعني برضو طمنا على وليد سليمان وعلى اليو ديانج. خلينا اطمن حضرتك على وليد سليمان يا كابتن اسلام. من خالد محمود قال اشتكى وليد من اجهاد في عضله السمانه، ويعني صعود ارض الملعب اللي اتمرن عليها الفريق بلمسه يعني خلت الجهاز الفني والجهاز الطبي ياخد قرار ان هو ما يجازفش وليد سليمان في هذا اللقاء. فضل اراحه وليد سليمان. ايضا قال ديانج برضه اجهاد، فيعني ان شاء الله خلاص يعني الدكتور خالد محمود قال لا ان شاء الله يعني امور بسيطه ويكونوا موجودين معانا خلال الفتره اللي جايه يا كابتن اسلام. يعني اليو ديانج احنا شايفين اللعيبه كلها كانت بتقرب منه وتعمل له يعني عنده شد او عنده ما عندوش اصابه يعني. لا ما فيش اصابه، وهو كان برضه يعني اليو ديانج كان يعني بيتحامل على نفسه عايز يكمل اللقاء، ولكن يعني زي ما قلت لحضرتك يعني الدكتور خالد محمود يعني هو وضح لنا اكثر على اصابه وليد سليمان. لكن بالنسبه لاليو ديانج الامر هيكون في نطاق برضه الاجهاد او الشده يا كابتن اسلام، لكن مش ما فيش اصابه بمشيئه الله. طيب اخيرا يعني وانت قاعد برضه خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا مع البعثه، هل كان هناك راي لفايلر في ازدياد الاصابات خلال هذه الفتره؟ بص هو يا كابتن اسلام مستر ريني فايلر من المدربين اللي هو بيحاول دايما ما يختلفش الاعضاء، بيحاول يتعامل مع الامور اللي بتفرض عليه سواء من اصابات لاعبين سواء من ضغط مباريات. هو دايما يعني كثير من الصحفيين بيسالوا في المؤتمر الصحفي قبل المباراه الاصابات وعالم الغيابات، قال ده قدر ان احنا لازم نتعامل معاه، والفرق الكبيره لازم يكون عندها القدر من الخبرات انها تتعامل في ظل الغيابات في ظل الاصابات في ظل الضغط والتوالي. وانا دايما كمدير فني ما بحبش اختلق هذه الاعذار. النهارده قال لا يعني كان عندنا اخطاء، كان عندنا يعني الشوط الاولاني كنا وحشين ما كناش نستحق،
الفوز بدأنا نعدل من امورنا في الشوط الثاني. مش هتكلم على غيابات او اصابات او اجهاد، لان احنا دورنا كجهاز فني ان احنا دايما نتعامل مع الاوضاع اللي بتحط دي او بتفرض علينا. تمام، اذا دلوقتي البعثه ستذهب الى مطار بولاوايو، هترجع الى هراري، وبكره ان شاء الله يكونوا متواجدين، بكره بالليل اعتقد يكونوا متواجدين في القاهره. نعم يا كابتن اسلام، بقول لك الفرقه دلوقتي هتروح تاخد الطياره، تستقل الطياره من بولاوايو لهراري، هراري، وبكره ان شاء الله يستقلوا الطائره من هراري للقاهره ان شاء الله. بالظبط يا كابتن اسلام، الفريق هيستقبل طياره تمام الساعه 7 من مطار بولاوايو، هيصل لمطار هراري في يعني المسافه او الطريق المسافه بتبقى ساعه من بولاوايو لهراري. هيبقى المبيت في مقر الفندق اللي كان موجود فيه الفريق منذ قدومه الى هراري. هيغادر ان شاء الله الفريق مدينه هراري وزيمبابوي في تمام الساعه 1:30 ظهرا متوجها، يعني هتبقى خط العوده للنادي الاهلي هيبقى من زيمبابوي لزامبيا لوساكا، ثم لوساكا الى اديس ابابا، ثم من اديس ابابا الى القاهره. كابتن اسلام، طيب ترجعوا بالسلامه ان شاء الله، احنا عندنا طبعا مباراه يوم الاربعاء، فترجعوا بالسلامه ان شاء الله، ويعني ان شاء الله حظ اوفر خلال الفترات القادمه، لان احنا بالنسبه لنا يعني الحقيقه التعادل 1-1 مع بلاتينيوم اعتقد، وزي ما قال المدير الفني